الناس يا اخي. لا هربت لك شيء لا ترجع شيريا. ما تعرف تلعب جيم فارز هناك. يا عيال متى يجي عامر كذا ونكسر راسه؟ يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل والنبل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400 تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو. اليوم اشتري ساعه اطلق منها. المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا. احلى كافي واحلى تكوى. بدل تكوت الضعاف هناك في الاستراحه. بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقه دقيقه. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر. انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما حرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت. يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يهو عامر يا ابن الحلال تأكد أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش. ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقايل لنا إنك عرفت بيته؟ إيوة. خلاص عيال قول البيت. يلا هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد، بس ارسل إيميل للشركة وبلغيهم إنه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. السيارة وعنده سواق. إلا قسم بالله إنه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. أبشر. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. أبشر. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك. وش تبي انت؟ وقف مجنون انت. بكلمك شوي. وقف. فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت تقول ما تعرف انا ولد عمك. افتح. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال. في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا 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 وش الحكي ذا؟ وين عنا أبو حنا وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد للذاكرة. إي والله إنك جبتها عامر.
فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد انه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عضلك على شحمه انت وسكت. بعدين تعال يا دبش انت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم الا اذا جبنا عامر هنا. يا جماعة الاستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، ورح يكون شريك معنا طبعاً بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله رح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائياً زي ما هو. ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا. بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك. إن شاء الله أبشر. اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدروش عقوبه الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف؟ ليه صار جدك خوسيه سياره؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقه، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي في نفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام. الظاهر ما في فايدة يا عيال. أقول نقعوا الخيزرانة. يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وهو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. لا قل لي وشو من لحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح عن عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور، ماني بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكور! أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. تسود عليه! أي. تسود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟
تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. قلت لكم أنا ماني بعامر، أنا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا صراحة. واصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بي. انا بصراحه احسد الاستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعه، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي انك جالس تنقذها في المواقف الخطره مثل الخطف. انت واصلك كل حاجه بقى. فعليك، انا ثامر والاجر على الله. عموما دواك بحضرتك. استاذ يعني ممكن اسالك مثلا راتبك كم؟ مستوره والحمد لله. يعني مثلا نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف. ها عشرة آلاف مثلا لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة. يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك. تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي الصفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟
يعني هذا مو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح. يا جماعه هذا سياره عامر. السياره سياره عامر وعامر يقول انا نور. ايش الحكايه؟ ايش الهرجة؟ أهلا أستاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رشيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني اركب معك اني حسيت انك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ما ادري ايش اقول لك صراحه، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. امانتي ما اخذ عليها فلوس. مع السلامه. ادعيت اني محاسب بسيط واكتشفت ان في رشاوي ومشاريع وهميه وفساد ماله اول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله اشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ مركز بديتي.